قال للحديث أكثر عن بيان هيئة علماء المسلمين الذي جاء رداً على التصريحات الفرنسية المعادية للإسلام والمسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. حياكم الله أستاذ معاذ. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ معاذ. يعني لماذا يكرر الساسة في الغرب والكيان الصهيوني أيضا بين الفينة والأخرى تصريحات الاستهداف والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن منهجية الغرب وسياسته عموما تقوم على معاداة الإسلام، هذا من بديهيات واقعنا ومن بديهيات تاريخنا. الغرب يعمل على محاربة الأمة واستهداف قيم الدين والعقيدة والشريعة، فضلا عن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الكريم والقدوة الحسنة للمسلمين خاصة وجميع الناس عامة. هذا الاستهداف وهذا العداء هو ليس وليد اليوم، هو غائر في عمق التاريخ، بدءا من سقوط الأندلس ومرورا بإسقاط الخلافة الإسلامية، حيث بدأت من هناك حملات الغرب على المسلمين، وكان شعارهم فيها ما هو معروف لأجيالنا حينما كنا نقرأ في بعض المؤلفات، كان قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام وأبيدوا أهله. هذا كله لا ينتهي بواقعنا المعاصر الذي يشهد أصنافا من العداوة والبغضاء يتفنن الغرب في تناولها، ولا تقف يعني عند معاداة الإسلام والمسلمين فقط، بل ترتفع هذه الهجمات لتتجه نحو مجتمعاتهم، مجتمعات الغرب أنفسها، بإغراقها بكل ما هو نقيض لقيم الإنسانية التي يعززها الإسلام بالضرورة، وإشغالها بكل ما يناقض الأخلاق والمعاملات التي تؤكد عليها مقاصد الشريعة الإسلامية بلا شك، حتى تصل النتيجة إلى أن هذه المجتمعات تكون في بيئة غير مناسبة لإقامة العدل وصناعة الحياة الكريمة المعتبرة. في خضم الانشغال بهذه المشكلات يتسلطن السياسيون الغربيون وتمارس الأنظمة طغيانها كما تحب وتشتهي، فتتحكم وتستحوذ وتتمادى في كل شيء. هذه المحصلة وهذا المقصد كله يرفضه الإسلام ويحث على تغييره من أجل تحقيق مراد الله عز وجل في استخلاف الإنسان في الأرض. فمن الطبيعي جدا أن تجد أنظمة الغرب وحكوماته ودوائر صنع القرار فيه تخاف من هذا الدين، فتعمل على تشويهه وتعلن الحرب عليه تحت مسميات ومصطلحات متعددة، لعل مصطلح الإرهابية في مقدمتها. ما خطورة هذه الظاهرة على أمن العالم اليوم مع الاستهداف المباشر للمسلمين وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام برأيك؟ صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا أخي الكريم، إذا نظرنا مليا إلى ما تفوه به وزير الداخلية الفرنسي صاحب التصريحات الأخيرة المسيئة للإسلام، نجده يشخص ظاهرة الخوف من انهيار الأمن على مستوى العالم كله، فألصق ذلك بالإسلام. بدلا من أن ينظر في السياسة الغربية العدوانية التي أدمنت الحروب وفرض القيود ونحب الأموال وفساد الاقتصاد والانعدام التام للعقوبات المعتبرة التي تحقق التوازن والعدل، بحيث باتت الجرائم في المجتمعات الغربية فيما سائدة مثل سيادة الشمس في الظهيرة كما يقولون، وغدت العنصرية مثلا منهجا متبعا لدى الشعوب الأوروبية دون أن يقف في وجهها قانون صارم أو عقوبات رادعة. بدلا من هذا يرفض الوزير الفرنسي دعوة نظام بلاده وأنظمة الغرب عامة إلى مراجعة سياساتها تجاه الشعوب، فأخذ يكيل الاتهام للإسلام والمسلمين ليشغل الناس بالخوف منهما ويصرف الأنظار عن نظام بلده المتهالك فسادا. هذه التصريحات من هذا النوع لا تزيد النار إلا وقودا. إذا كان وزير الداخلية الفرنسي يظن أنه بهذا النوع من التصريحات سيطرق اهتمام المواطنين الفرنسيين الذين يجوبون شوارع باريس المتسخة احتجاجا ضد ماكرون وسياسته، فإنه واهم جدا، لأن قادة الغرب يدركون جيدا أن تأجيج خطاب الكراهية من شأنه أن يقود دولهم ومجتمعاتهم نحو هاوية الانهيار الأمني، لكنهم بطبيعة الحال مرتهنون ببرامج وأجندات تسيرهم، فلا يجرؤون على الإقرار بفشل أنظمتهم في صيانة المجتمعات، وليس لهم من سبيل لتخفيف ذلك أو تخفيف وطأة ذلك إلا باستحضار الخطاب المعادي للإسلام والمسلمين. ولكن ما أهداف هذا التجييش ضد المسلمين وهذه التسمية الصريحة حقيقة الإرهاب الإسلامي السني كما جاء في تصريحاته، والحديث عن تهديده أي هذا الإرهاب على حد زعمه
الحديث عن تهديده لفرنسا ولأوروبا أيضا. نعم، دعنا نأخذ يعني بعض البديهيات نتحدث عنها إن سمحت لي. مما هو معلوم لدى الجميع أن فرنسا على وجه الخصوص واحدة من كبرى الدول الغربية الراعية للأنظمة التي تتبنى الطائفية في العالم الإسلامي. دور فرنسا في تكوين ورعاية نظام الولي الفقيه في إيران منذ سبعينات القرن الماضي واضح ومعروف للكل، ولذلك من الطبيعي بالنسبة لها أن يكون خطابها المعادي للإسلام بلون طائفي تريد من خلاله إمداد نار الخلافات بين الأمة الإسلامية بمزيد من الحطب. نحن اليوم إذا نظرنا إلى واقع حال منطقتنا العربية نجد الطائفية واحدة من مشكلاتها المتعددة إن لم تكن هي الرئيسة من بينها. لذلك جاءت تصريحات الوزير الفرنسي هذه المرة في هذا التوقيت أحسبها تبغي تحقيق مكسبين اثنين. الأول يريد الغربيون تهيئة المزيد من الخلافات الداخلية في المنطقة العربية استثمارا لوجود إيران وحلفائها من أمثال نظامي بغداد ودمشق، هذا النظامان الذين مع إيران يؤدون الدور الطائفي بإتقان، مما يعني ضخ المزيد من عوامل الضعف في الأمة ومنعها من التفكير في مشاريع وبرامج خلاصها من مشكلاتها. المكسب الآخر الذي يريده الغربيون من هذا النوع من التصريحات إبقاء مجتمعاتهم الغربية في حالة تخوف من الإسلام تحت هذه الذريعة. لماذا؟ لأن معدلات دخول الأوروبيين في الإسلام في تزايد مطرد، والإحصاءات التي تتحدث عن هذا الموضوع تؤكد أن دين الإسلام في القارة الأوروبية وفق هذه المعدلات سيكون في مقدمة الديانات التي تعتنقها تلك المجتمعات في غضون عقود قليلة أو في فترة وجيزة إذا ما نظرنا إلى عمر المجتمعات الأوروبية. الخلاصة أخي العزيز أن هذا النوع من التصريحات يكشف الوجه الحقيقي لخصوم الإسلام من الغربيين، يكشف مخطط قواه الاحتلالية التي تعيد في بلاد الإسلامية. فبينما يعتنق الأوروبيون الإسلام الخالي من الخرافات والداعي إلى صفاء العقيدة وعدل الشريعة ونقاء الأخلاق، نجد مثلا بالمقابل إيران والأنظمة الطائفية المتعلقة بها لا تمثل أي نوع من التهديد للغرب ولا لأنظمته، بل العكس هو الذي يحصل هو العكس. كلنا يعرف كيف تتعاون هذه الأنظمة الطائفية مع كل قوة احتلال تسطو على المنطقة وتريد الاستيلاء على بلدانها وقيراتها. هل من ربط ودلالات معينة في تزامن هذه الإساءات الفرنسية مع الإساءات التي يبديها المستوطنون اليهود في فلسطين تجاه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. أخي كريم، أوروبا والغرب والعالم كله يعني الأنظمة السياسية والحكومات تتحد جميعها في دعم كيان الاحتلال الصهيوني. المستوطنون يجدون في هذا الدعم قوة لممارسة الإجرام والانتهاكات بحق أهلنا في فلسطين أو بحق مقدساتنا من خلال الاقتحامات والعدوان غير منقطع النظير. الأهداف المشتركة بين الكيان الصهيوني والأنظمة الغربية تقتضي الاستمرار في شن الحرب على الإسلام. نحن إذا ما نظرنا إلى القضية الفلسطينية نجد أنها قضية إسلامية خالصة، شعارها إسلامي، رايتها إسلامية، مقاصدها وأهدافها إسلامية. فالمسجد الأقصى المبارك هو عقيدة المسلمين، والمسجد الأقصى المبارك هو مثابة جهاد المسلمين. وحين تتجه بوصلة الأمة نحو المسجد الأقصى فإن مشروع كيان الاحتلال الصهيوني يجد نفسه محصورا في زاوية الخطر. إذا تنبهت الأمة إلى أن بوصلتها الحقيقية تكمن في إسلامية القضية الفلسطينية لن يستمر كيان الاحتلال الصهيوني طويلا. لذلك تتواكب مقاصد الاحتلال الصهيوني مع مقاصد حكام الغرب مع مقاصد سياسيهم في أن تكون سهام موجهة للإسلام بثوب واحد وبلون واحد وبتوجه واحد. لذلك يجب علينا أن نفكر جيدا في أن تكون ردودنا على هذه النوع من الإساءات موحدة مثلما كانت هذه الهجمات موحدة. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.